على مدار العقود الماضية لم تدخر الإمارات جهدا لدعم العمل الإنساني والإغاثي عالميا، وأسهمت جهودها الدبلوماسية في بسط السلام والاستقرار للشعوب والمجتمعات، فكيف تمكنت من تحقيق ذلك؟ منذ تأسيسها تولي الإمارات الأمن والسلام أولوية قصوى، ويحظى موضوع تعزيز الأمن والسلم الدوليين بمكانة متقدمة في اهتمامات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وضمن رؤية دولة الإمارات تجاه دعمها السلام وسعيها لتكريسه، وبرعاية الشيخ محمد بن زايد، تم إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها بالعاصمة أبوظبي في 2019 كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية لترسيخ دعائم تحقيق الأمن والسلام. وبحثا عن السلام العالمي وسعيا إلى حقن الدماء، كان الشيخ محمد بن زايد مبادرا مؤثرا وفاعلا لإيقاف الصراعات بين الدول وإخماد الفتن وإطفاء النزاعات، وساعيا إلى المصالحات. لذا تدخل شخصيا لتخفيف حدة التوتر في عدد من أماكن العالم كما في السودان، حيث أثمرت جهوده عن التوصل لاتفاق سلام تاريخي في سبتمبر عام 2020 وقعته الحكومة السودانية مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور، أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية وحظي بترحيب دولي واسع. ومن فصول نجاح الشيخ محمد بن زايد في بناء جسور السلام في العالم تبرز رعايته للمصالحة بين إثيوبيا وإريتريا، حيث أسهمت وساطته بنزع فتيل أطول نزاع في إفريقيا. أما إقليميا فلم تتوانى الإمارات بقيادة رئيسها الشيخ محمد بن زايد عن دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في مصر واليمن، والوقوف إلى صف تلك الدول في الأزمات التي عصفت بها. وكانت الإمارات أيضا وعبر جهودها الدبلوماسية بوابة لعودة سوريا إلى حضنها العربي، فبعد ساعات من قرار مجلس الجامعة العربية استعادة سوريا لمقعدها، اتصل الرئيس السوري بشار الأسد بالشيخ محمد بن زايد ليشكره على دور الإمارات في لم الشمل وتحسين العلاقات العربية. قيمة الأخوة كانت حاضرة بقوة في جهود الشيخ محمد بن زايد لنشر السلام، إذ إن أبرز مبادراته في هذا الصدد تكمن في توصله إلى اتفاق تاريخي بين الإمارات وإسرائيل. وتحولت الإمارات إلى مصدر إلهام للسلام، فمنذ خطوتها الشجاعة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، انضمت دول عربية أخرى لركب السلام كالبحرين والسودان. دور الإمارات المهم في نشر السلام محل تقدير دولي، عبر عنه العالم بانتخابها عضوا في مجلس الأمن الدولي، وهي خطوة تعكس مكانة دبلوماسية الإمارات القائمة على نشر وتعزيز ثقافة السلام حول العالم.